يعني عم ندخل قدس الأقداس ونتعمق بشكل واضح ودقيق وعادل بهذه الديانات السرية، مع أنه كثير صعب الوصول إلى معلومات إلها، وخصوصا الأيزيدية لأنه هي معظمها تناقلت في الإرث الشفهي، فهناك حتى قصص متناقضة فيها. فنحن عم نجرب يعني قدر الإمكان أن نكون يعني نحترم الحقيقة والحقائق ونوصل الصورة الصح. أكيد في عكس قنوات تاني سافلة، مثل قنوات سخيفة مثل هذه الست هدى من تحري اسم ميسا عمر، أو قناة أشرف خطيب وكليوباترا وهودي الناس التافهين، بالعكس بدل ما يعملوا هيك بيطفوا الكاميرا بيقعدوا بيقروا من ويكيبيديا وهيك، ومعلومات معظمها تكون كاذبة أو حتى يعني ناقصة. فلا نحن يعني عم بحضر للحلقة مزبوط، وهي المقدمة يمكن تاخذ نص ساعة يمكن أقل، بس راح أجرب فيها أعرض يعني إذا بدكم حقيقة الأمور كما هي من دون كل الكذب والتفنيس والتدليس اللي بيصير على الأيزيديين، وبيقولوا هن عبدة شيطان، وحتى بتلاقي ناس على تويتر أيزيديين بفوتوا المسلمين بيقولوا عنهم عباد شياطين وبفوتوا بيهاجمون وهيك. فنحن أكيد هاي ديانة محترمة وفيها فلسفة جميلة سوف نطرحها، وسوف يكون التركيز بس على مبدأ الخير والشر عندهم. تحياتي إيمانويل. طيب يعني غير هيك أرجوكم الدراما وأكل خرق اللي عم يعملوا هيدا دانيال نصاب، ما يعني ما محله برات هالحلقة. نحن يعني صار له كذا كذا مرة عم يذكر اسمي وما بعرف شو، يعني لأنه أهبل، لأنه مضايق كيف عم بقول عنه نصاب، بس كل شيء قاله زورا. يعني أنا سمعت مقطع حكي عني فيه، قال يعني ما بيرد علي حتى، يعني اشياء ما صارت حتى عم اختراعه هو، كان نحن نتواصل مع اهالي الناس وهيك، وهالكذب تبعه هي اشياء هو بيعملها وبكفي تسجيل هذا شادي خروف الفاضحه، بيقول هو بيست فريند تبعه شادي خروف، طلع قال هذا واحد وسخ بيلفق وبيعمل اشياء تحت الهواء، هذا بيكفي يعني كما اظن. فهذا دانيال النصاب يعني وبعده عم بيهاجم الف عين لليوم وهي مختفيه وما بعرف شو، معه كم عرصة بالتشات شفتهم، يعني هودي شماعة، هودي خروات، هودي يعني ما يعني يعني أنا عم بشبههم بالقرنيط والأخطبوط، يعني شخصيات هلامية لك ما عندهاش حس الدم، ما عندهاش سباينال كورد، ما عندهاش نخاع شوكي، ما عندهاش شيء، ما عندهاش فقرة، ما عندها شيء، يعني مثل ما بيقولوا له بيجي هيك بيعمل هيك شوي بيعمل هيك هيك من عماد لغيره لهالقطة. فنحن اكيد مش رح نرد عليهم يعني، بس هو بيندعس عليهم بسهوله يعني، وبكفي نحن اللي عملناه فيهم وفضحناهم للناس، وبكفي وقف الشغل النصب تبعهم، وقف شغل التهديد اللي اي بنت تطلع تحكي انه نصب عليها دانيال يصير يهددوها ويعملوا عليها مقاطع سكس، فهذا بكفي وقف يعني تحت رأفة سرمية ابو لبنان. هاي السرمية داعسة على راس عماد ودانيال وكل هالقرطة الكلاب الشحاش الوسخين، فهذا بكفينا يعني. بس تحياتي لمو، تحياتي للأستاذ سمير سمير. طيب يا شباب، وأكيد يعني معنا كمان ناس على اليوتيوب هن يعني أيزيديين سابقين، وجه لهم تحية، في أحمد ديال وفي جون سيلفر وفي كذا شخص، تحياتي يعني. وأكيد كما قلت دياني محترمة وسوف ندرسها بشكل صحيح وننقل ما يصح عنها، وحتى الروايات الموجودة عندها التي تكون متناقضة لنعطي صورة مكتملة، يعني لأنه كما قلت الديانات السرية صعبة كثيرا، والأيزيدية بالأخص أنه كثير منها هو سري وكثير منها متناقض ويختلف، وهلأ سأشرح لماذا يعني حيثيات هذا الأمر. فهلأ أنا راح أفتح البرزنتيشن، فما راح أقدر أشوف التعليقات، بس بقرا التعليقات ويعني بيجيكم، يعني ضلني اعمل هيك هيك يعني بنضلنا في تواصل بينه وبين الشات، لانه الناس هيك قال هي بتفضل هيك. ايه اهريمان احمد عيال قالنا انه هو من اصل ايزيدي او ايزيدي يعني حسب الله. طيب كان بلش يا جماعه، وقدوس قدوس لملك الطاووس، يلا. طيب سوف يعني تركز حلقتنا عن الفلسفة الأيزيدية في الخير والشر كما ذكرت. لن أدخل كثيرا في الأصل والتسمية وكل هذه الأمور،
يعني التسمية في ناس بيقولوا لأنهم لحقت يزيد بن معاوية فسموا باليزيدية، وفي ناس بيقولوا لا لأنه هن أصلهم من يزد من الإيران، وفي ناس بيقولوا لا ما هي يزيد بالفارسي يعني الملاك أو الله، فهم يعني عبدة الملاك أو الله فلهكذا هم يزيدية. يعني تختلف التسميات، وفي كمان نظريات أكثر من هذا، في من يقول هم بالأصل مسيحيين ودخلوا هالديانة، وهيك يعني ما راح أدخل في هذه الأمور. لكن غالب الظن يعني أنهم ليسوا فرقة واحدة، أما بالأصل كانوا فرقتين، كان في الشمسيين وهن كانوا يعني عندهم طقوس عبادة للشمس أو طقوس مرتبطة بشعلة النار، يعني هم قريبون من الزردشتيين أو الزرفانيين، والزرفانيين طائفة زردشتية لكن بتحط عند الإله الأسمى هو زرفان. هلأ بنحكي في زرفان لأنه هو بيشبه إله اليزيدية اللي هو اسمه خدي، فهلأ ندخل في هذا الموضوع. وفي العداوية وهم لحقت شيخ عدي، الشيخ عدي هو شيخ صوفي كان في بعلبك لبنان، وهو جدد الديانة اليزيدية، لأن الأيزيدية بيقولوا أن ديانتهم قديمة جدا، لكن الشيخ عدي جددها واستطاع أن يقوم في توافق بين الصوفيين، يعني لحقت الشيخ عدي وبين الشمسيين، وأكيد بالآخر طغى الشمسيين يعني. لكن للشيخ عدي وعائلته أهمية خاصة في الأيزيدية، فخلينا بس ضبط شوي هذا. فخلينا أشرح بس نقطة ونرجع للسلايدز. فهني يعني وهني كمان الأيزيدية ثلاث طبقات، يعني كاست سيستم مثل عند الهندوس. المقربين من الشيخ عدي وهو عدي بن مسافر، هو من بعلبك لبنان، هودي طبقة تعتبر طبقة المشايخ أو الشيوخ، يعني يسمى فرضهم شيخ. بعد الشيخ في البير، كمان هذا البير هو يعني استعارة من لغة أعجمية، لكن هو موجود أيضا عند الصوفيين كمرتبة. وتحت البير هو المريد، يعني الناس الغلابة أو الناس العامة هم يعتبروا المريدين، ويعتبر الفرد منهم المريد. وفوقه في البير، وفوقه في الشيخ. الشيخ هو من خمس عائلات هي قريبة من نسل الشيخ عدي. وحتى الملفت انه البعض يقول انه الشيخ عدي في دم كردي، يعني انه صار في اختلاط، يعني بعد انتصار العباسيين على الامويين صار في نوع ما اختلاط بين الامويين وفرقة الشمسيين الاكراد الموجودين يعني في شمال العراق. فيعتقد انه كثير من يعني دخل في الدين الايزيدي وقتها كان اموي من اصول كرديه، يعني حتى مروان الثاني القائد الاموي كمان هيدا كان في دم كردي، كان امه كرديه مثلا. نعم، هلق ندخل بخدي. خدي معناته الله، والايزيدي لا تعبد الشيطان، هلق هي تعبد في عندها اله لكن هو منفصل عن العالم، ويقال عنه خدي. هذا الإله يتجلى في ثالوث. الثالوث هلا بنحكي عنه كمان، ولكن هذا الثالوث اللي في ملك الطاووس، في الشيخ عدي، وفي السلطان إيزيد، سلطان إيزيد وهو الخالق. هلا بنحكي بالثالوث. بس يعني هاي بس عم بشرح إذا بدكم الهيكلية تبع الديانة بشكل مقتضب وسريع. طيب، كان خلي التعليقات إذا مش شايفين التكست برجع فينا نسيح التعليقات. طيب، فهو الطبقات الثلاثة، وكمان عندهم شغلة، الأيزيدي ما بيتجوز غير أيزيدية، يعني يجب أن تتجوز أيزيدية وتكون على نفس الطبقة الذي أنت منها. يعني إذا أنت شيخ هي عليها أن تكون من هذه الطبقة، وإذا أنت مريد هي عليها أن تكون من هذه الطبقة. فعندهم زواج معقد ومعظمه arranged marriage، يعني زواج مدبر. طيب، هلق ليش ما بيختلطوا مع البشر التانيين؟ هلق خلينا نشرحها هذه، يعني هاي بدها شرحها لحالها. هلق بيقولوا هن، شو بيقولوا؟ بيقولوا هن انه البشريه جمعاء من عدل، يعني الايزيديين اتت من نسل ادم وحواء، اما هم فقط من نسل ادم. وعندهم قصه بيقولوها انه مثل تجربه، انه إجا آدم وفرغ حليبات زبو بوعاء،
واجت حواء نزلت هي كمان بوعاء، نطروا وعاء آدم طلع منه شهيد، شهيد ابن نجار اسمه، واللي هو إذا بدك أصل النسل الأزيدي. أما وعاء حواء طلع منه دود ووسخ يعني. فهني بيعتبروا إنه النسل الأزيدي هو مختلف عن باقي البشرية، هو من آدم فقط، فلهذا ما بيختلطوا بيتجوزوا مع أشخاص غرباء ليحافظوا على نقاوة دمهم. وحتى هو الشيخ عدي لما عنده الطبقات الثلاث اللي تكلمنا عنها، لا يحفظ دم كل طبقة، كل كاست يعني، مثل بالهندوسية، بس يعني القبائل والعيال المقربة من الشيخ عدي تتجوز ببعضها، بطبقة البير تتجوز ببعضها، وبطبقة المريد تتجوز في بعضها. فهذا الأساس يعني، في نوعا ما أساس عرقي لهذا التزاوج. طيب كان نرجع بسرعة. أوكي يعني هذه بشكل سريع، ما بدي أدخل بالتسميات وما بدي. أما بمصاحفهم، الحقيقة أنه هن في الأساس لم يكن لديهم مصاحف، يعني كل الديانة كانت عبارة عن إرث شفهي، إرث شفهي متناقض. هناك من يقول أن لا، أنه فقط عندما الغرب صار عنده اهتمام فيهم، لأنهم زورا قيل عنهم أنهم يعبدون الشياطين، بعدين صاروا يضعوا قصصهم والثيولوجيا تبعهم والخرافات إذا ما تكون تبعهم في كتب. ففي كتاب اسمه مصحف الرش أو المصحف الأسود، وهو هذا في قصة ملك الطاووس والجنة والخلق وكل هذا. هذا ينسب إلى حسن البصري كمان في يعني عام 1300، يعني عام متقدم. وفي كتاب الجلوة، وهذا ينسب للشيخ فخر الدين اللي هو من أحد أعوان الشيخ عدي، وهو كمان يعتبر أنه أحد ظهورات للملائكة، من لملاك من الملائكة السبعة، وهم أركان الكون في الأيزيدية. هلأ بندخل بسرعة عن ما هم. فقبل ما أفوت بالآلهة وبالملائكة، بس خلينا نشوف التشات وبسرعة نرجع للموضوع. عم بيقول لي أهرمان لفظي غلط، هو الرش مش الرش. أوكي الرش، مصحف الرش. هون عم بيقول هو إله بالفارسية. إيه بس لكن هني عندهم أشياء متناقلة من الفرس. ما قلت لك هم كثير منهم كان شمسيون زرادشتيون، ففعلا إلههم يسمى خداي. وهلا بنحكي شوي عن إلههم والثالوث تبعه. نعم هون فهد عم بيقول نفس الشيء. طيب يعني السنة يعني اوكي، صرتوا دغري فتوا على الاله. طيب هلا بنحكي بالاله يعني، هذا يعني هذا الشيء القادم. يلا خلينا نحكي عن الاله. طيب فهذا عمنا خداي، وهو الاله الازلي، يعني هو سلم امور هذه الدنيا الى الملائكه السبع، وعلى راسهم ملك الطاووس أو ملاك الطاووس يعني، حسب أنتم كيف تسموه، بس هو فعلا ملاك، إنجل يعني. طيب فهو إله الوقت الأزلي كما زرفان عند الطائفة الزرادشتية، لكن هن يعتبرون الأيزيدية أنه هو فقط يتجلى في العالم عبر ثالوث معين، أما اهتماماته هي في دنيا أخرى وليس كثيرا في عالمنا. فالثالوث طبعه سوف أشرح أكثر يعني، لكن هو الملك الطاووس رئيس الملائكة، وهو يعتبر الالتر ايجو تبع يعني الاله، يعني الشخصية البديلة او العقل الباطني. فهو ليس الله نفسه، انما لا يفرق عنه ولا يجتزأ منه، وهذا كثير مهم يعني. يعني الله يظهر فيه كما بالدرزية الله يظهر في البار، تقريبا نفس المعنى. والشخص الثاني هو السلطان إيزيد أو يزدان، وهو الخالق ويشبه في الفتى الصغير، وهو قريب من شخصية كريشنا. كريشنا هو الخالق في الهندوسية،
وعندك الشيخ عدي وهو رجل الختيار، هو كمان يعتبر ظهور لله. وفي رواية بتقول لك إنه الشيخ عدي هو ظهور يعني الملك الطاووس من ظهر بالشيخ عدي، مع أنه الشيخ عدي هو جزء من الثالوث الأيزيدي. ففي هناك نوع ما من التناقض هنا، لكن يعتبروا كلهم يعني تجليات لله، وأكيد في أدوار وأكوار وتجليات في أزمنة مختلفة. فعندنا الإله الأزلي هو خداي، يتجلى في ثلاث، إن السلطان إيزيد وهو الخالق اللي خلق العالم من لؤلؤة على ظهر طائر، هيك بلش العالم. يعني معقول واحد يجي يقول لك إعجاز علمي إنه توقع البيج بانج إنه لؤلؤة أتى منها العالم. هو الفتى الصغير، وفي بعض القصص يقال أنه ظهر في يزيد بن معاوية، يعني احتجب في الصورة الناسوتية تبع يزيد بن معاوية. يعني هذا مش بس تلفيق يعني على الأيزيدية، لا، يعني في عندهم قصص تمجد في يزيد، وفي بيمدحوا ليزيد أنه خليهم يشربوا الخمر ويمارسوا بعض طقوسهم. وكما قلت هناك نزعة أموية، يعني هناك قرابة من الأيزيديين للأمويين. وعندك الملك الطاووس كما ذكرنا هو العقل الباطني ورئيس الملائكة، يقال أن اسمه عزرائيل، لكن أحيان كمان لما يكون عم بيحكوا الأيزيدية بيسموه جبريل، مع أنه جبريل نفسه هو شيخ آخر في الأيزيدية، لكن هني أعتقد يقصدون أن جبرائيل في القرآن أو في الإسلام يقال عنه جبرائيل خطأ، هو بالفعل عزرائيل وملك الطاووس، فهناك نوعا ما ضياع في هذا الأمر. وعندك الشيخ عدي وهو جدد الديانة، هو لم يؤسسها على فكرة، هو شيخ صوفي. هلأ ندخل في أفكاره وكيف لها علاقة في الأيزيدية. هو جدد الديانة ويعني وكانت تعتبر ديانة قديمة، وأكيد يعني صار في خلط بين أفكار صوفية وأفكار الشمسيين أو الزرادشتية، ويقال كما ذكرت أنه أيضا ظهور لملك الطاووس. طيب قبل ما ندخل بالملائكة السبعة خلينا نشوف الشات شوي. طيب فهذا التالوت، وهلق الطاووس نفسه موجود عند الهندوس، يعني نسيت اسم الآلهة الهندوسية، بس كمان إلى طاووس معه. أما الطاووس كحيوان مش موجود بسوريا والعراق كتير يعني، لكن كمان كان كرمز موجود في الإمبراطورية الساسانية، يعني مطرح إيران اليوم بتلاقي علامة الطاووس. فهذا ما يؤكد ايضا الجذور الزرادشتيه، يعني هو موضوع معقد ما بدناش ندخل في الجذور، بس هي بعض الهاي. اما الحيه السوداء اللي يضعونها على باب المعابد الزرادشتيه، هيدي لغز بحد ذاتها. يعني معقول تكون حي تشيفا وهي ناغا بالهندوسيه، معقول تكون حي جبل لبنان. هالحي مش موجوده موجوده اكثر شيء يعني باسيا ماينر، يعني عم نحكي تركيا لبنان فلسطين، موجود يعني لبنان وفلسطين خارج اسيا ماينر بس تحتها، يعني فموجوده بهالمناطق اكثر شيء. وهي تقريبا تشبه الحي اللي بتنحط في معبد لالش هو للشيخ عدي. فيعني الرموز شوي يعني تبدو انها من خارج العراق، تبدو اكثر انها جاي يعني من مصادر فارسيه وهندوسيه. وعندهم كمان هلا منفوت بالملائكه السبعه. الملائكة السبعة كمان عندهم أدوار وأكوار مثل بالدروز والإسماعيلية وغيرهم والنصيرية. وعندهم كمان كل ألفية، والألفية هي 1000 سنة، كل ألفية في ملاك يظهر في صورة ناسوتية، يعني في صورة جسمانية كمان شبيه بالإسماعيلية. هلا ندخل بكل ملاك واسم الشيخ الذي يرمز إليه في الأيزيدية وكل هذا. بس الملائكة السبعة تثبتهم أكيد أوطى من الله، يعني عندهم ثيولوجيا ما خصهاش في عبادة الشيطان، حتى عندهم ثيولوجيا ليس هناك أي مخلوق شرير، ما في ضده إبليس وشيطان غير موجود تماما. عندهم خداي وهو يعني الله
الأزلي، خلينا نعتبره الله الوقت الأزلي، ويتجلى في ثالوث، السلطان يزيد الطفل الخالق الولد، وعندك الرجل الختيار وهو الشيخ عدي، وعندك ملك الطاووس رئيس الملائكة، وهو اللي هن بيعتبروه انه زورا يقال عنه هو ابليس وهو شيطان حسب الايزيدية. وملك الطاووس اللي هو احد تجليات الله بالثالوث، تحت منه في الملائكة الستة وهم يعني اركان الكون، وكل ملاك مسؤول عن يوم ما في، يعني حتى كمان في روايات ايزيدية انه بيجتمعوا الملائكة كل سنة وبقرروا احداث السنة القادمة. فهلا خلينا ندخل في الملائكة السبعة. طيب، فكما قلت كمان ملائكة أيضا تتحجب في صور بشرية وتظهر في أدوار وأكوار، وكل ملاك مسؤول عن يوم في الأسبوع حسب ما خلق، يعني كل ملاك خلق في يوم. فالملائكة يعني هم عزرائيل اللي هو خلق نهار الأحد، دردائيل، وعزرائيل كما قلت هو يظهر في هو ملك الطاووس ويظهر في الشيخ عدي، دردائيل ويظهر في الشيخ حسن، كلها مشايخ أعوان الشيخ عدي، إسرافيل هو الشيخ شمس، جبرائيل الشيخ أبو بكر، عزرائيل غير عزرائيل، عزرائيل هو الشيخ سجادين، شمنائيل هو الشيخ نصر الدين، ونورائيل هو الشيخ فخر الدين. ويلاحظ هذه العائلات موجودة عند الدروز، يعني في أصل كردي واضح عند الدروز، يعني حتى قادة الدروز وأمراء الدروز كانوا في غالب الأحيان من الأكراد، منهم أكيد الأمير فخر الدين. فما بعرف إذا هذا يدل أنه كان في علاقة نوعا ما بين الديانة الأيزيدية القديمة والديانة الدرزية. طيب، خلينا ندخل بشوي بالفلسفة الصوفية في إبليس، بس بدي أشرح شوي نقطة مهمة عن إبليس، لأنه يعني إبليس يصور بطريقة مختلفة عن ما يصور فيها في الإسلام، يعني بالطريقة السطحية الظاهرية بالإسلام. فأكيد يعني الصوفية ليست فرقة واحدة، يعني في فرق عديدة صوفية. من هذه الفرق في ناس عندهم صورة إبليس من مخلوقات الله الجميلة، يعني مش هذا الشيطان اللي نراه في المسيحية، يعني هذا الوحش وراس الغنمي وراس الخنزير واللي عنده حوافر والبشع والبخوف، لا. يعني الحلاج وغيرهم بالعكس يعطوا صورة عن إبليس إنه هو رفض أن يسجد لله من كثرة محبته فيه، من كثرة محبته في الله رفض أن يسجد. فهو المؤمن الصالح لم يشرك في ربه، قال له ربه اسجد لآدم، فهو رفض أنه لا يسجد لغير الله. وفي الصوفية في شاعر بيقول لك إبليس جميل جدا، و يعني كائن خلاق كان، ولهكذا كان رئيس الملائكة، وهذا أيضا الفكر موجود عند الأيزيدية. في شاعر صوفي بيقول لك إنه لا، إبليس كان جميل جدا بس كان مثل الطاووس، إجرائي بشعين مثل إجرائي من الدجاجة وصوته بشع، بس أما هو جميل جدا، فيعني بتغزلوا فيه من مين، بس بيقولوا كمان كان عنده شواذ. فهيك يعني هاي الصورة لازم نخليها ببالنا نحطها، يعني إبليس ليس إبليس الموجود في الإسلام، عم نتحدث في شخصية أخرى تماما. أنا وأهلي ما طلعنا قرايب. بس هلا خلينا نحكي أكثر عن القرابة بين الدروز والأيزيدية، بس يمكن بدها حلقة خاصة، بس فعلا يعني في أفكار كثير متشابهة. طيب يا جماعة، اوكي، ففتنا نحن شوي بالافكار، قلنا حسب الحلاج ابليس لم يسجد الى ادم بسبب حبه المفرط لله، كان عبد صالح. والشيخ عدي بيقول لك كمان ان معرفه الله عليها ان تكون عبر عبده الصالح ابليس الذي لم يشرك فيه ورفض السجود لادم. وبيقول لك الله مستحيل ان يخلق كائن شرير، يعني ابليس ليس شرير، انما مشيطن من الاسلام نفسه ومن المسيحية وغيرها، لكن هو بحد ذاته ليس شرير، أما من مخلوقات الله الجميلة الحسنة يعني.
وفي روايتين عند الايزيديه حول ملك الطاووس الذي هو يقال انه ابليس يعني حسب المسلمين، بس روايتين تناقض بعضها. يعني في بالايزيديه بيقول لك لما ملك الطاووس رفض ان يسجد الى ادم، فخلينا بس نرجع للكاميرا، لما ملك الطاووس رفض ان يسجد الى ادم الله عظمه، عمله رئيس الملائكه لانه لم يسجد الى ادم وظل محافظ على ايمانه في الله. شوفوا الثيولوجيا الحلوه. في قصه ثانيه كمان عند الايزيديه تناقض هذا، بتقول لا هو فعلا الله عاقب ملك الطاووس ووقع ملك الطاووس، يعني صار ذا فول مثل ما بسموها المسيحيه، لكن ملك الطاووس من شده ايمانه ظل يبكي ويبكي ويبكي حتى طفى نار جهنم في دموعه، فسامحه الله وجعله رئيس الملائكه. في قصتين شوية تناقض بعضهما. فملك الطاووس ليس كائن شرير يعني في الأيزيدية وفي قليل من الفكر الصوفي. طيب فهذا يعني الملخص، هذا انه عند الايزيديه الخير والشر ما عنده مخلوق شرير بيوسوس لك بدينتك وبهيك انت بتصير شرير، مش هذا مش موجود. عقلك هو مصدر الخير عندك بالعقلانيه تبعك، اما النفس الغرائزيه او الغريزه هي الشر بعين ذاته. فلا وجود للقوى الشريره، ما في شيطان، ما في ابليس، ما في ضد، ما في كل هذه الاشياء. فهون بتختلف عن مفهوم الخير والشر وين عند الزرادشتيه، مع انه هن كما قلت فرقه الشمسيه او الشمسيين اللي هن صاروا ايزيديه كما يقال، مع انه الايزيديه بيقول لك لا نحن ديانه قديمه من ايام السومريه او ايام النبي ابراهيم. بس حسب مفهوم انه هن حسب هذا المفهوم وهذه الروايه، فهن ابتعدوا شوي عن فلسفه الخير والشر عند الزرادشتيه. عند الزرادشتيه اهريمان هو اله الشرير وأهرومازدا هو إله الخير. أما عند الأيزيدية ما في إله للخير وإله للشر. الإله وكائناته جميعاً ومنهم ملك الطاووس الذي هو تجلي لله هم مخلوقات خيرة، أما الشر هو من النفوس نفسها. فأكيد هناك هون فينا ندخل بموضوع فلسفي، طيب ما هو الله من خلق نفسنا وكل هذا. فهذا موضوع طويل يعني، لكن هاي هي فلسفة. وما بعد الموت عند الايزيديين هو انه انت تحاسب على افعالك الشريره، لكن بعد ان تحاسب تتقمص في جسد جديد اذا كنت ايزيدي تخلق عند الايزيديين يعني من نسل ادم بدون اي ذكر وذنب. ما عندهم فكره الخطيئه المتناقله كما بالمسيحيه مثلا. لا انت فعلا تحاسب وخلاص وبتخلق في دور ثاني وحياه ثانيه. فعندهم تقمص وخلع قمصان كما الدروز، يعني نفس الفكر بس الدروز لا يحاسبون بعد موتهم. يعني شوية في اختلاف بالحساب بعد الموت، لكن فكرة التقمص وخلع القمصان اللحمية البشرية الدموية موجود عند النصيرية والدروز وغيرهم، والهندوس يمكن موجود أيضا عند الأيزيديين. فيعني باختصار شو رأيكم؟ يعني هل هذه الفلسفة أفضل؟ فلسفة يعني هل الإسلام يقع في خطأ حين يعني يقول أن الله فعلا هو من خلق إبليس الشرير بعدين بخوفك في إبليس وبعذبه للكائن هو خلقه؟ يعني هل هذا يتماشى مع ثيولوجيا متكاملة لإله عنده ذكاء وقوة مطلقة؟ وهل أو هل الفكر الأيزيدي أكثر احتراما لله لأنه يرفض أن يكون الله قد خلق كائن شرير كما يزعم الإسلام، أو كائن غلب عليه الشر يعني كان ملاك الشيطان رجع سقط، بس ما هو الله اللي خلقه لهذا الملاك، فإذا سقط فيكون الخطأ من الله، يكون هو قد خطأ خلق الشر، مع أنه بالإسلام بالفلسفة الإسلامية بيقولوا لك لا لا هو الشر يعني خارج عن سيطرة الله. فيعني الله لم يخلق الشر، لكن الشر هو كما العتمة يعني هو نقص النور. بس هذا لا هذا ليس منطقي. يعني أنت بتفكر بالموضوع بتقول طيب لا ما هو خلق إبليس، إبليس سقط، هو خلق له طبيعته لإبليس، يعني هو خلق شر واحد كائناته صار شرير. أما بالأيزيدي في احترام لله أنه لن يقع في هكذا أخطاء الله. الشر بيعتبرونه مش شيء كوني، الشر هو شيء موجود بالنفوس وأنت تحاسب عليه، لكن الله لم يأتي فيه لم يخلقه. يمكن فلسفيا تقع في نفس المشكلة،
اللي وقع فيها الإسلام، يعني هذا موضوع للنقاش. طيب إذا عندكم أسئلة فينا نفوت فيها. ايه هو خلق ابليس صاحب اراده حره مثلا، لكن ما بعرف بالقوه وما القوه، يعني اله الاسلام يبدو كشيطان اكثر ما هو اله، يعني انا هيك برايي. طيب مو بيوافق معنا انه افضل الايزيديه؟ هلا تختلف الايزيديه عن الدروز وغيرهم، انه عند الدروز لا، يعني الخالق هو فايد إلهي، يعني فايد إلهي يعني حادثة، يعني حتى الخالق يعني هيك يعني تحصيل حاصل أو شيء جانبي صار. ولما يصير الفايد بيصير عندك أول شيء السبب الأول البرايم كود، اللي هو يعني بالغنوصية بابلو أو البار، ويأتي منه العقل كحدودنا الكون. العقل بيزهق بيصير عنده ضد، ففعلا في ضد للعقل، وضد عنده ند وتحت منه، يعني الند هو عدو النفس، العقل بيطلع منه نفس وكلمة وسابق وتالي، والضد هو عدو العقل والند هو عدو النفس. فبيصير عندك أحرف الكذب وهم أحرف الشر، ففي شر كوني. لكن كمان في يينج يانج شوي عند الدروز، إنه أحرف الصدق فيهم شوي شر وأحرف الكذب فيهم شوي خير. أما الأيزيديين ما عندهمش هالشيء، بيحترموا كل مخلوقات الله ومنهم ملك الطاووس، يعني وما بيعتبروا انه الله قادر ان يخلق كائن يعني بيصير شرير. اما الشر بحدوه بالبشر، بالنفس البشريه فقط وليس في المخلوقات الالهيه الثانيه. واكيد انت كمان بالايزيديه في ارتقاء، يعني انت لما تصير شيخ تقي اعتقد بيعتبروا انه كمان روحك ترتقى. في الفلسفة المسيحية الإله عنده خير مطلق، بس في إبليس، إبليس ليس عدو الله لكن ملاك شيطاني بيوسوس لك، والشر بيكون من إبليس، يعني هو إبليس بيجي بيوسوس لك بدايتك، بيقول لك شوف هالمزة طالعين بزازة، روح إزني على نام مع جارتك ما بعرف شو، فأنت بهالوسوسات بتعمل هالشيء. فعندهم مخلوقات شريرة وجن وعفاريت وهيك موجودة، المسيح كان قال يشيل عفاريت من الجسم ويحطهم الخنازير وما بعرف شو. ايه بس ما في إله شر عند المسيحية صح. ايه هو بالأديان الإبراهيمية بتحس الله متفق مع إبليس، يعني ما فيها إلنا القصة. يعني الشيخ عدي من أفكاره إنه طب الله فيوش يقضي على إبليس تماما، يعني إنه إذا في كائن شرير الله لازم يقضي عليه، إنه بخليه ليجربك، يعني شو شو انبطاح له، يعني إله عنده قوة مطلقة مش لازم يتعايش الشر معه على المستوى يعني الثيولوجي فوق، يعني على المستوى العالي. فهاي من أفكار الشيخ عدي، عدي بن مسافر. وحقا في كتير تشابه بين الرتب الايزيديه والصوفيه، لانه كما قلت الشيخ عدي بالاصل صوفي. هو الشيخ عدي اول ما بلش كان مسلم، ها كل كتبه اسلام حسب القران والسنه وما بعرف شو، بس بعدين تاثر بالصوفيه، حين تاثر بالصوفيه صار عنده هالافكار المغايره عن ابليس او غيره. بعدين اخر شيء عنده مثل اشعار الصوفيه، بيقول في شيخ عدي انا الله في سر نفسي، يعني هو باهل القشور والظاهر يعني بيفهموا انه هو يدعي انه الله، لكن هو اكيد قصده غير، يعني هن الصوفيه عندهم طريقه بتمجيد النفس والذات جزء من عبادتهم، يعني بدها حلقه خاصه فيهم. ايه القادر لا يريد، فهو متورط في هذا الشر، يعني هذا رأي الأيزيديين. بس هو موضوع صعب، يعني هو موضوع صعب، يعني هي يعني
افضل معضله الحاديه هي معضله الشر الغير مبرر او الشر الزائد، لانه بهذا العالم يحدث كثير من الشر والذي لا تستقي منه يعني اي درس اخلاقي، او اي يعني لا يبرر في اي درس اخلاقي اذا اعطاه. يعني هلا احنا عم نحكي عم يصير مش حرائق بالعالم برا، طيب عم يحترق ارانب وغزلان وما عم نعرف فيهم، عم يتعذبوا ويموتوا هن واولادهم مثلا بابشع الطرق، نحن وانت لا بتعرف فيهم ولا بتكتشفهم، بس انت فيك تتوقع لانه الاله بالمسيحيه والاسلام لا يتدخل في العالم، فانت فيك تتوقع انه فعلا هذا العذاب يحدث يوميا ولا يهدف الى اي درس اخلاقي. يعني شو استفدنا؟ نحن ما عرفناش فيهم اساسا، ما شفناش هذه الظواهر في الاعين، يعني بس نتوقعها، لانه الهكم انتم تقولون انهم لا يتدخل ولا يخفف عذاب الخلق. فمشكله مشكله، يعني حتى اذا يمكن اذا تتبع المنهج الاستقرائي بيطلع معك انه الاله هو اله شرير مسؤول عن هذا العالم ليس اله خير، يعني مش انه في اله خير واله شر كما في الزرادشتيه، لا بيطلع معك بس في اهريمان، يعني تشطب اهرومازدا من القاموس كله منو اهريمان؟ يعني بيطلع معك بس صديقنا اهريمان هو الموجود في هذا العالم، هو لما طرى الشر فيه. ايه لك انا نسيت احكي، ذكرتني، ايه هلا لك حطيتهم بالسلايد ونسيت احكي عنهم. كمان اكيد في تشابه غنوصي مع الايزيد، الفكره الايزيدي هاي فكره نحن بس من نسل ادم وباقي البشريه من نسل ادم وحواء نوعا ما موجوده عند الغنوصيه، عندهم بذره النبيشيت، يعني بيقول الغنوصي بذره النبيشيت فيني، فلهيك انا فيني اوصل لله ويكون عندي علاقه مباشره معه بعكس باقي البشر مثلا، هي احد الافكار. واكيد الطوائف الغنوصيه بتقول لك انه شخصيات قديما كانت موجوده من زمان هي، يعني هي نحن، يعني نحن تقمصنا في عدة ادوار واكوان كما عند الدروز والنصيريه وغيرها، يعني وكلهم يعني يزعمون انه هرمس الهرمس لهم وغير شخصيات. ايه اهريمان هو سبب البلاء في هذا الكون كله. طيب يا شباب خليني احط انا الرابط اذا حامل يطلع يشارك، فنحكي مواضيع شوي متشعبة مش ضروري الموضوع لانه شوي محدد. يعني فهيك انا والله اليوم هلكان تعبان على بكره رايح جاي. وما نشوف الباكستيج من هون لبعيد. فهيك يعني كانت حالتنا، اهم شيء بحالتنا يعني كان اكيد يعني الاديان السريه الباطنيه عليها كثير من الكذب والافتراء، وبعدها بتحدث لليوم. يعني فيكم تفوتوا على حالة فيديو عن الدروز مثلا بيعملوها المصريين السلفيين او الملحدين السلفيين، يعني ما هني بيكون مع ابن تيمية هو مسلم بصير ملحد وبضله بفكره مثل ابن تيمية، فبعضهم افتراء وكذب وتبسيط للأمور وعدم الغوص في يعني عمق التفاصيل لإخراج يعني الشهد، إخراج الرؤية الواضحة والصادقة عن هذا الديانة أو ذاك. فيعني الأيزيدية تعرضت للاضطهاد كثيرا، يعني مجازر مجازر عبر التاريخ، ومما ادى الى ان تتقوقع. يعني هلا اليوم موجوده بشمال العراق وبارمينيا وبسوريا بجبل الاكراد وبقامشلي والحسكه وحلب وغيرها، وموجوده كمان بمناطق ثانيه. لكن الديانه كمان جميله وعريقه وبفكره نوعا ما يعني منطقيه اكثر، يعني حتى الايزيديين كمان لا يقوموا في الطقوس الاسلاميه، بيعتبروا انه الشيخ عدي عملهم عنا، يعني تعذب عنا الشيخ عدي، مثل ديانات تانية تخلت من هذه الطقوس والجهل والتخلف. يعني عندهم فكر فلسفي قوي جدا وعندهم نوعا ما من العدالة، يعني لما تدرس عن إبليس
ما أخذوا في كل الشيطنة والهجوم عليه والانتقاص منه الذي يحدث عند المسيحيين والمسلمين، لا، قالوا لك ما هذا من مخلوقات ربنا. شو عمل هوتا؟ شو يعني حتى في الفكر الإسلامي، يعني ما سجد لآدم وليش يسجد؟ ليش لآدم يتحكم بالملائكة وهو إجا من بعد منهم مثلا؟ يعني زلمة حقاوي، يعني ما عملش غلط سجد فيها. فهني ناس منطقيين وعندهم روحانية وحب لله وحب لمخلوقاته. صح، لكن هلا خلني هلا النصيرية عكس منه فهد، لأن النصيرية عندهم الأوادم أقل كما ذكرنا، يعني فهمت كيف؟ يعني عندهم آدم هو الحجاب، فسريرته من يعني حجابات مثلهم مثل محمد وغيرهم. أما إلههم النصيري لا يظهر غير في قايين وفي علي وغيرهم، فهني بيعتبروا النصيرية إنه في مخلوقات نورانية مثل علي وهيك أسمى من الأوادم. أما في الفكر الأيزيدي لا، الفكر الأيزيدي هن الأوادم من نسل آدم ونحن مختلطين أوادم على حوائيين، وفي احتقار نوعا ما لحواء، يعني هي الأرض، يعني هي فيها الدود والوسخ، أما هن مخلوقات أرقى. طيب كانوا بدوش حال يطلع جماعة منتهيين في الأكشن والدراما وما بعرف شو، بس كانت حلقة جميلة يعني، كان فيها مداخلات جميلة.